بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عملنا فايند، عملنا إضافة، عملنا عرض البيانات، فضلنا عمليتين أساسيتين اللي هو الحذف والتعديل. خلينا نبدأ بالتعديل، قريب جدا من الإضافة، قريب جدا من الأد إمبلي. فأنا هسيب كده أز وأغير ما يلزم. ادي الاند بوينت بتاعتي هنا، دي هسميها ابديت بلي. ممكن نشتغل نفس الشكل وممكن اغير الاسلوب، يعني هنا ممكن مثلا يبعث لي هنا الاند بلي اللي عايز اعدله مره واحده كاوبجكت، وانا اشتغل منه، وانا اشتغل ايه منه. في الحاله دي لو انت عايز تشتغل منه يبقى تعمل كده، هتقول امب اوف، مش هتقدر تجيب من الاوبجكت الشيء اللي انت عايزه. جيسون دوت دامبس احنا كنا عملناها، بس كلمتني قالت لي طيب احنا ممكن نحطها كده او ممكن نعملها فاريبل ونبعته عادي برضه، ما فيهاش اي مشكله. انا بس كنت بجرب ساعتها لو الداتا بتساوي وما عامل الايه الداتا بتاعتي وابعتها هنا. لكن بس هنا هبدا اخد بايه، اقول له ام اوف ام في اي دي، يعني ممكن تبقى ده كده الأسلوب بتاع كله. طيب كذلك الفيرست نيم، بس طبعا لازم يكون المسمى هنا زي المسمى هناك، لأن أنا عامل بدون سبيس يبقى بدون سبيس كما أستقبل يعني. المهم خلينا بس نخلصها كده. فاضل لي الفونز كده، كنا هنا الداتا بتاعتنا لو احنا واخدينها مبعوث الاوبجكت كله على بعضه، وانا بنقي منه وظبط الداتا وابعت بقى الايه الداتا بتاعتي. طيب اللي مزعله هنا طيب انا باعت هنا ايه الغلطه اللي هنا، انا باعت العنوان ستار، يبقى لازم اقفل ايه ستار هنا فانكشن. ماشي طبعا دي المفروض هي بوت برضه كانت البيانات تمام، يبقى كده الابديت خلص. انا بس حبيت اعمل ابديت لو انا جاي باعت لي البارامتر بتاعي بعته اوبجكت او ان انا بعته واحده واحده زي ما عملنا المره اللي فاتت. طيب عشان بس نبقى اخدنا في الحته اللي فيها اختلاف، في كل هنا كل ابديت مش كل اد، ولذلك هيبقى في عندي مهمه يعني لازم نكون واخدين بالنا فيها كويس جدا. ايه اللي لازم نكون واخدين بالنا منه؟ ان انا عشان اعمل ابديت لازم اجيب الداتا القديمه لانه بيعدل في القديم، يعني لازم اعمل فايند. فانا هروح اجيب فايند من مثلا هنا، كان عندي فايند اهي كما هي مش هغير فيها حاجه خالص. تمام، هذه الفانكشن بتاعتي بتاعت الفايند دي. طبعا تلاحظوا ان احنا بنحتاج بيانات بعضينا، يعني بيانات الفانكشنز التانية، عشان كده بنيتهم فانكشنز اللي هجمعهم لك في الاخر على بعضيهم في فايل واحد ان شاء الله. لما بقول جيت هنا، جيت كانت بتبعت لها اي دي وكانت بترجع لي البيانات. هنا كنت بقول له هدخل الاي دي وبعد كده بجيب الايه الموظف وببرنته. تمام، طيب انا مش عايز ابرنته، انا عايز ريتيرن الامب دي اللي جايه لي، دي الامب اي دي اللي جايه لي. فانا هقول له ريتيرن على طول، مش عايز اطبع، انا هقول له ريتيرن الامب. ماشي، يبقى انا عندي كل فايند دي بتنادي على الشخص وترجع لك الموظف بيانات القديمه. تمام، يبقى انا عايز هنا بقى ايه، اول ما اجي اعمل كل ابديت. طيب انا والله حتى وانا بعمل هنا لا انا برضو هنا مش قادر، دي بالنسبه لي مهمه لان الاي دي ده بالنسبه لي انا عايزه. فانا هشيل الكل فايند دي خالص وهغير، يعني هغير الكل فايند دي بحيث ان انا اقدر اقوم بالعمليه دي. ليه؟ خلينا بس احنا جبنا الجيت امبلي، واجي هنا انا جبت الامبلي اي دي اقول له
وبعدين هقوم عامل انا الفايند، يعني هقول له انا جيت امبلوي اي دي وابعت له الامبلوي اي دي، خلاص هيريتيرن ليا امب، هقول له ادي الامب او الاولد امب او زي ما انا عايز اقول الامب بتساوي، قمت قايل جيت امب الامبلوي اي دي وجبته. تمام كده، بعد ما جبته جبت كده الموظف اللي انا عايز اشتغل عليه، اقدر اكمل بقى بقيه الشغل بتاعي عادي جدا. يعني بعد ما كملت دوت طبعا انا عايز اعمل برنت اعمل برنت، مش عايز اعمل برنت كمل مش مشكله خلاص. طيب انا محتاج ان انا برضو اطبع معلومه لليوزر، ايه هي؟ ان انا هقول له برنت، هقول له عشان طبعا يدخل البيانات بتاعتك، يدخل بقيه البيانات كلها، يعني هقول له انتر new data or press enter to keep the old data مثلا كعنوان كده، بس مرة واحدة عشان مش كل شوية انا هطلعه. وبعد كده بدأت تقول له الفيرست نيم صح؟ فأقول له input الامبلوي فيرست نيم، طبعا لو دخل لو داس انتر هقول له اور، خدها بقى من الامب القديم ده بس كان اسمها امب اندر سكور نيم صح، من جوه فيرست نيم. تمام كده، يبقى اما يدخل النيم يجيب فيرست نيم، او يروح على الاوبجكت اللي اسمه امب نيم ياخد منه الفيرست ايه نيم ويخزنها فين؟ يخزنها مش في الفيرست نيم، يخزنها في نفس الاوبجكت امب، هو الامب نيم ده هنا الامب نيم، الفيرست نيم ده القديم، يا اما قيمته هتبقى الفيرست نيم اللي هيدخلها اليوزر، او لو اليوزر ما دخلش هتبقى قيمتها هي هي القديمه زي ما هي، وهمشي بنفس الاسلوب ده. يعني اللاست نيم هقول له الامب نيم، اللاست نيم بتساوي، يا اما اقول له دخل لاست نيم ويدخل لاست نيم مفهوم، يا اما اور لو ما دخلش حاجه ياخد اللاست ايه لاست نيم. الديبارتمنت كذلك، برضه دخل اور، بس في غلطه هنا عملناها، الديبارتمنت بقى فيش بقى فيش جوه اوبجكت، الديبارتمنت حر، ايه الديبارتمنت حر ما ينفعش احطه كده، فيرست نيم واللاست نيم بس. تمام، الفونز write phone and press enter to continue or write no to exit. ماشي، لا ماشي يا عم، ده هنا بقى التليفون ده قصه حوار في الابديت. ليه؟ لان انا المفترض ان انا اطلع رقم التليفون القديم، لو هو عايز يعدله يعدله، مش عايز يعدله يسيبه، يعني فيها لعبايه كده. فانا شيلني من الفونز دي خالص دلوقتي، يعني ممكن اشتغلها بشكل يعني مختلف شويه، ان انا هقول له الامب فونز دي مثلا عشان فيها شويه فيها قصه، هقول له بتساوي، وهنادي على فانكشن اسمها ابديت هسميها ابديت فونز، ابديت فونز، وابديت فونز دي ببعت لها الامب فونز از بارامتر، وهي تظبط بقى الموضوع ده، هوريكم بتظبطها ازاي ان شاء الله نعملها مع بعض. ابديت فونز لازم نعمل، لكن كل الحاجات دي مش هتنفع معانا خالص 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 واحنا بنعمل ابديت، لكن احنا هن ايه هنكريت الايه هنكريت الفانكشن اسمها ابديت فونز. فانا هقول له اختار لي كده، فقال لي ابديت فانكشن اسمها الفونز، تاخد ايه؟ قلت له تاخد الفونز باس، دلوقتي سيبها دلوقتي مؤقتا ايه مؤقتا فاضيه لغايه لما نشوف نعملها. و بعد كده كنا بن ايه بن برنت اد امبلي، لا اقول له ابديت امبلي، بدل ما ابعتهم بقى واحد واحد انا اصلا مظبطها ان هي تبعت لك اوبجكت اللي هو الامب، بالنسبه لي اللي هو الامب بقى اللي هو ظبط كل اموره من الامب اي دي. والله حتى هي بس كانت غلطه ان احنا عملناها ان ما بعتناش الامب اي دي، يعني احنا بعتنا الامب اي دي اخدناه كده على طول، لا اقول له خده برضو من جوه كده على طول مباشرة جوه الأوبجكت، جوه الأوبجكت، وابعته من جوه الأوبجكت، يعني بحيث إن الأوبجكت اللي هو اسمه إمب ده
وليه بدايه ده لسه ما جاش على اللمبه السوري، احنا مش هينفع نعمل كده، لان كنا هنا في الحته دي كان لسه ما جاش الام بي اي دي، ده كان لسه ما اتوجدش. هو اتوجد بقى، عملنا الايه؟ عملنا دي. فاحنا بس عشان نبعت له الام بي اي دي، فانا هقول له الام ده سكور اي دي بتساوي الام بي اي دي، عشان بس ما ايه ما يقعش مننا. اخدت الام بي اي دي، بعد كده اخد الفيرست نيم اللاست نيم الديبارتمنت والفونز، نعمل لها الفانكشن بتاعتها، وفي الاخر نبقى نطبع البيانات بتاعت الايه بتاعت الامبلي. كده لسه ما طبعا ما جربناش، لازم نعمل ابديت الايه ابديت الفونز ديت بتاعتنا هتكون شغاله ازاي.